مرحبا مرحبا مرحبا، وش راكم لاباس؟ اذا مرحبا بكم في حصه مع عمو يزيد. راكم فرحانين لكم هنا؟ اذا انتم ثاني اطفال الا حبيتوا تحضروا معنا وتشاركوا في الحضور، ما عليكم الا توجهوا الموقع الانترنت عمويزيد.com بالشكل التالي. إذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل، ما عليك إلا تروح الإنترنت تكتب عمويزيد.com، تضغط على زرار شارك في حصتنا، تملأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي وبريدك الإلكتروني. مرحبا بك. إذن يا أطفال، لما تسجلوا في الحضور شوية على الصبر باش نستضيفوكم كامل. عمويزيد حب كامل كامل جو تحضروا معه في الحصة. كنا في الحصة اللي فاتت تكلمنا على يوم عالمي مهم، هو اليوم العالمي لمرض خبيث، هو مرض السرطان. واليوم في هذه الفترة هذه بعد أيام قليلة كاين اليوم العالمي لسرطان الطفل. علاش نتوقفوا فيه؟ لأنه احنا نحبوا نضمنوا ونتوقفوا ونطلبوا الشفاء العاجل لهذه الأطفال اللي راهم مراد، وكذلك نشوفوا وين لحقت الأبحاث في العلاج وكامل لهذا المرض الخبيث، وخاصة الأطفال. احنا ماذا بنا كاع الأطفال، أطفال العالم كامل كاع يعيشوا بسلم وهناء وبصحة جيدة. إذن نطلبوا لهم الشفاء العاجل لمرضى السرطان الأطفال. إذن هذا نداء نقول لكم يا أطفال، رانا معكم، ربي يشافيكم إن شاء الله، وراح نجو نزوركم في المستشفيات إن شاء الله، هذا وعد. تحبوا الألغاز؟ نعم. أوكي. لغز اليوم يقول: نحن إخوتين، واحدة سريعة والأخرى بطيئة، وتعمل 24 ساعة على 24. من نحن؟ نحن إخوتين، واحدة سريعة وواحدة بطيئة، ونعمل 24 ساعة على 24، طيلة 24 ساعة. فكروا لغاية نهاية الحصة، انتم أصدقائنا اللي يشوفوا فينا يقدروا يجاوبوا عن اللغز بالطريقة التالية. أنت كذلك جاوب وربح عن طريق الانترنت مع آجل. اكتب عمويزيد.com، اضغط على زرار جاوب على اللغز، املأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي، بريدك الإلكتروني والجواب على اللغز. رايح تربح هدية قيمة مهداة من طرف شركة آجل، 15 سنة في خدمتكم. اسم الطفل الفائز في الحصة الماضية يظهر أسفل الشاشة. مبروك عليك الهدية. إذن على بال بنتم شاطرين، فكروا في الجواب عن اللغز باش تنالوا الجائزة اليوم. على بالي بلي شاطرين، فكروا لغاية نهاية الحصة. رايحين دركا نكتشفوا شخصية مهمة في الكفاح الجزائري مع نور الهدى. رايحين نتعرفوا على عبيدي محمد الطاهر. إذا تفضلي نور الهدى. تفضلي تصفيق على نور الهدى. تصفيق تصفيق. مساء الخير يا أطفال. اليوم جيت نحكي لكم عن حياة العقيد عبيدي محمد الطاهر. وليد عبيدي محمد الطاهر المدعو الحاج الأخضر في 13 مارس 1914 بقرية ولاد شليح باتنا في أسرة فقيرة، تتلمذ في مسقط رأسه على حفظ القرآن. وكغيره من الأطفال امتهن في صباه ومقتبل شبابه ما تيسره له من الأعمال المتواضعة. كان من العناصر الأولى التي حضرت للثورة التحريرية من خلال تأسيس خلايا سرية بمدينة باتنا سنة 1939، واستمر نشاطه إلى غاية سنة 1941، حيث اتصل به مصطفى بن بولعيد وزوده ببرنامج عمل جديد. أهم نقاطه هو توسيع الخلايا السرية وتقسيمها وتنظيمها. وفي سنة 1947 تم سجنه لمدة شهر لأنه ضرب دراكي فرنسي اعتدى على أحد الباعة المتجولين، وتم نفيه إلى تونس. بعد عودته من تونس في سنة 1952 ذهب إلى البقاع المقدسة للحج، وأصبح يعرف بالحاج الخضر. كان العقيد الحاج الخضر من أوائل الثوار على رأس فوج من 25 شخصا لمهاجمة تكنة دبابات باتنا ليلة 1 نوفمبر، وعقب ذلك عين على رأس قطاع باتنا ليقود بعدها عملية مهاجمة القطاع الحامل للسلاح إلى بسكرة عبر مدينة باتنا.
وقام الجيش الفرنسي بحملة تمشيط وبحث عن الحاج الأخضر مصحوبة بحصار كبير سنة 1955 على مستوى مدينة باتنا وسريانا وعين توتا والمعدر ومروانا، لكن باءت كل جهودهم بالفشل. ولما توفي مصطفى بن بولعيد التحق بقيادة الولاية الجماعية، ثم تم تعيينه قائدا عسكريا للولاية ثم قائدا للولاية بالنيابة في أواخر 1958. كما حضر مؤتمر العقاد العاشر بالخارج في 1959، أين تم رسميا تعيينه قائدا للولاية الأولى برتبة عقيد بعد استشهاد أحمد نواورة، لكن للأسف لم يتمكن من العودة إلى الولاية الأولى بسبب المرض والإرهاق. تم انتخابه نائبا في المجلس التأسيسي ابتداء من 20 سبتمبر 1962. من أهم إنجازات الحاج الأخضر هو وضعه حجر الأساس لمسجد أول نوفمبر الكبير بباتنا الذي أكمل الناس تشييده عن طريق التبرعات. توفي في 23 فبراير 1998 بباتنا، وتمت تسمية جامعة باتنا باسمه تخليدا لذكراه. شكرا 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 شكرا. إذن الجزائر حرة مستقلة بفضل التضحيات اللي قاموا بها الشهداء والمجاهدين. إذن المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. تحبوا الأغاني؟ ديروا كامل الواجبات تاعكم. عمو يزيد لكم أغنية نقول فيها: ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي، ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب. انتم ديروا الواجبات تاعكم. يلا تغنوا كامل معايا ويلتي يا ويلتي. وضعت يدي فوق رأسي وصار صوتي أبكامه. قبل بدء الدرس قالت أروني واجبكم، وضعت يدي فوق رأسي وصار صوتي أبكامه. ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي، ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب. ضيعت وقتي سودا باللعب مع رفاقي، نسيت فروض الغدا وصرت الآن في مأزقي. ضيعت وقتي سودا باللعب مع رفاقي، نسيت فروض الغدا وصرت الآن في مأزقي. ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي، ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب. بدأت معلمتي تجول عبر الصفوف تراقب واجب كل تلميذ، وحين وصولها عندي قالت: أريني واجبك. فلم أتمالك نفسي وشرعت بالبكاء وقلت لها: كلا لم أقم به. صرخت وعطتني صفرا وعقبت بكتابته أكثر من 100 مرة. كلا لم أقم به، صرخت وعطتني صفرا وعقبت بكتابته أكثر من 100 مرة. ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي، ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب. من اليوم فصعدا
واجبي وتلميذا مجتهدا لأفرح أمي وأبي من اليوم فصاعدا سأهتم بواجبي وتلميذا مجتهدا لأفرح أمي وأبي ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب. برافو 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 برافو. إذن من اليوم فصاعدا سأهتم بواجبي وتلميذا مجتهدا لأفرح أمي وأبي. إذن الواجبات يا أطفال يجب القيام بالواجبات باش تنجحوا. تحبوا ألعاب الخفاء؟ نعم. يلا نروحوا مع عمو محمد لجانا من مدينة الأغواط بألعاب الخفاء. تصفيقة تصفيقة. تصفيقة تصفيقة على عمو محمد. تفضل تفضل لجانا من مدينة الأغواط. برافو برافو برافو. شكرا 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 عمو محمد لجانا من مدينة الأغواط. عجبتكم ألعاب الخفاء يا أطفال؟ نعم. إذن وتحبوا الحكاية الثانية؟ نعم. عمو يزيد رح يحكي لكم حكاية الشجرة المغرورة. يلا معي.
أطفال كما وعدكم عمو يزيد رح يحكي لكم حكاية الشجرة المغرورة. واحد النهار في واحد الغابة كانت شجرة البرتقال. كانت البرتقال هذه كاع الغابة الأشجار كانوا يحبوها. شجرة الليمون هذه كانت تغير من هذيك شجرة البرتقال. واش كانت تدير؟ كانت ترمي العروق دياولها وتروح تاخذ من الماء اللي كانت نورمالمون تسقي به شجره البرتقال، غير يسقيوها بالماء تاع المطر ولا هي يروحوا العروق ديالها وتصف هذاك الماء هذاك تاخذوه هكذا. حتى هذيك شجره البرتقال مسكينه دبلت كامل وماتت لانه الماء كان تاخذه شجره الليمون. كي شافها الحطاب هذاك ماتت ويبست شجره البرتقال قطعها قطعها. كي قطعها فرحت شجرة الليمون ولات هي ملكة الغابة، لأنه شجرة البرتقال كانوا كامل يحبوها، كانت هي الملكة الأولى. ومن بعد دركا شجرة الليمون قالت لهم أنا الملكة تاع الغابة وقعدت، ولكنها مغرورة مغرورة غير يسقيوهم كامل ترمي العروق ديالها هكذا وتحب تدي كامل الماء وحدها. ومن بعد فقلها كل أشجار الغابة فقت لها بلي هذيك شجرة الليمون مغرورة وتحب تأخذ الماء وحدها. إذن اتفقوا أنهم كي يكون الماء يرميوا العروق ديالهم ويأخذوهما الماء قبل ما يوصل شجرة الليمون. حاولوا يحاربوها لأنها مغرورة وحبت تقتل كاع الغابة. إذن هكذاك بدأوا يأخذوا لها الماء بالعروق ديالهم وكامل حتى جفت ويبست هذيك الشجرة. ومن بعد جاء الحطاب شافها يابسة هكذا قال لازم أنا نقطعها ونديرها حطب. جاب الفأس هذاك اللي قطع به الشجرة باش كان خدمه هذاك الفأس من الحطب تاع شجرة البرتقال الأولى. يعني شجرة البرتقال كي ظلما يعني ظلمتها شجرة الليمون وقطعوها عملوا هذاك الفأس لهذاك الفأس. شوفوا بعد رجع هو اللي قطع شجرة الليمون لما جفت. عمو يزيد عمو يزيد، نستخلص من الحكاية تاع اليوم أن الغرور هي الرمال المتحركة التي يغرق فيها المنطق. بالضبط بالضبط بالضبط. عبركم يا أطفال الغرور، الإنسان لما يغتر كما شجرة الليمون قالت لهم أنا الملكة أنا اللي ندي كامل الماء أنا. الغرور مش مليح، الإنسان لازم يكون يعيش على حسب الشخصية نتاعو، ما يكونش مغرور يقول لك أنا كل شيء أنا الأكبر أنا الأحسن أنا الأجمل. الغرور مش مليح يا أطفال، التواضع أجمل من الغرور، لازم يكونوا متواضعين. يلا عجبتكم الحكاية يا أطفال؟ شكرا شكرا شكرا. إذن التواضع من تواضع لله رفعه. الغرور مش مليح يا أطفال في الحياة في حياتنا اليومية، الإنسان لازم يكون متواضع يا أخي. الحقنا الواحد الركن دركان نحبه بزاف هو ركن البريد، بريد عمو يزيد، وين الأطفال كما أنتم يرسلوني عبر موقع الانترنت عمويزيد.com بالضغط على الزرار أراء وملاحظات باش نقرأوا الرسائل نتاعكم. بوبي شوف أصدقائنا واش بعتونا رسائل اليوم. كاين؟ شكرا 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 بوبي شكرا. تفيق على بوبي تفيق تفيق. شكرا شكرا شكرا. الرسالة الأولى حناشي محمد 6 سنوات من مدينة ولاد تبان من ولاية سطيف، تحياتنا لكل سكان سطيف. إذن شكرا ولاد تبان. حناشي محمد 6 سنوات قالكم حصة ممتازة ورائعة تعليمية وتثقيفية، أشكر عمو يزيد وجميع الأطفال في مثل سني. أشكركم يا أطفال شكرا شكرا شكرا. يعطيك الصحة وكل سكان مدينة ولاد تبان وولاية سطيف. الرسالة الموالية ساعد رانيا 13 سنة من مدينة وهران الباهية قالت لكم حصة رائعة وشكرا أريد أغنية مدرستي. رانيا ساعد 13 سنة مدينة وهران أي جاية أغنية مدرستي، وتقدري تشاهديها عبر موقع الانترنت عمويزيد.com ولا عبر صفحة الفيسبوك ولا صفحة اليوتيوب عمويزيد. شكرا شكرا بنتي. إذن ميلودي بوشرة 12 سنة من مدينة الشلف تاع
تحياتنا لكل سكان ولاية شلف. قلت لكم تعجبني حصة عمو يزيد، وشكرا شكرا لك بنتي، وتحياتنا لكل سكان ولاية شلف. الرسالة الموالية، رحاب أكرم 9 سنوات من ولاية أم البواقي، تحياتنا لكل أم البواقي وسكانها. قال لكم أنا أحب عمو يزيد كثيرا وأتمنى له التوفيق. الله يخليك الله يخليك، شكرا شكرا أكرم، هذا الشيء جميل 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 جدا. الرسالة الموالية، دلهم شيماء 10 سنوات من مدينة ترومبلي من فرنسا، قلت لكم السلام عليكم، الله يبارك حصة شابة، ربي يخليك عمو يزيد، أتمنى لكم النجاح، سلام لكل الأطفال. يتسلم عليكم دلهم شيماء 10 سنوات من مدينة ترومبلي من فرنسا، شكرا وتحياتنا لكل الجالية الجزائرية الموجودة في ربوع العالم. عمو يزيد راح يحتفظ بهذا الرسائل اللي نحبهم نحبهم كثير. لحقنا دركا الركن النكت، شكون اللي عنده نكتة جميلة يجي يحكيها لعمو يزيد؟ تعال تعال أروح لي. تعال تعال اقعد. واسمك ولدي؟ عبد الحق. عبد الحق، وين تسكن؟ في سيدي مداني. سيدي مداني، الله يبارك، تفضل ولدي احكي لنا النكتة تاعك. قال لك واحد النهار وعند الطفل يما فاتو يشري بوست. ايه؟ كي صاب صحابو الى بو يحلى معاهم، ما تاكل وطني نزام طالهم، ما انت راح نسلف مهملات، صاب بوست، كي راح يما صاب صوت فأر. فأر في البوست هذاك؟ ايه، ما انت قلت له يما وشن هذا؟ قالها بلي مغني كان صغير. برافو برافو ولدي برافو، تعالي بنتي تعالي. تعالي بنتي. أروح يقعدي. واسمك بنتي؟ أنفال. أنفال، وين تسكني أنفال؟ بيلكور. في بيلكور في العاصمة. أحكينا النكتة تاعك بنتي. قال لك واحد النهار كان واحد الطفل بعثته يما يشري 4 خبزات، يمشي 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 قاعد يقرا 4 خبزات 4 خبزات 4 خبزات، ومالك خبط راسه في الحيط، قال مالك زاد كمل مشى قاعد يقول 4 دبزات 4 دبزات، راح عند الحانوت قال له عمو مد لي 4 دبزات، قاعد يقول له هاي 4 دبزات. برافو برافو، تعالي تعالي بنتي اروحي اروحي اقعدي بنتي. واسمك؟ واسمك؟ رهف. رهف، اسمك شباب، شحال في عمرك؟ 5 سنين. 5 سنين، احكي لنا نكتة تاعك بنتي. كان ما كان قد زمان، هذا الراجل كان يبيع في الجلابية، كان مربي 3 حيوانات، واحدة كلب واحدة قطة، وهي النحلة، النحلة بدأت تقول زلابية زلابية، والقطة بدأت تقول مياو مياو ميادر ميادر، والكلب يقول هاو هاوشرو 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 هاوشرو. برافو برافو برافو، تعالي بنتي تعالي تعالي اقعدي. واسمك بنتي؟ سيرين. سيرين، وين تسكني؟ شحال في عمرك سيرين؟ 5 سنين. 5 سنين، احكي لنا النكته تاعك بنتي. عندي اغنيه. ايه تفضلي. يا أطفال يا حلوين، شعب العليم والقوة والصحة، اسألوا الطبيب. اسألوا الطبيب، برافو 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 برافو. الحقنا دركا يا أطفال، تعالي بنتي تعالي أروحي أروحي أروحي، مسمحتي تقولي أنا أنا أنا، تعالي بنتي. واسمك؟ مريم. مريم، وين تسكني مريم؟ في ليزيسار. في ليزيسار، واسمها بالعربية؟ يسر. إذن في مدينة يسر، مرحبا بك بنتي وبقاع سكان ولاية تيزي وزو مدينة يسر. شحال في عمرك؟ 8 سنين. 8 سنين، احكي لنا النكتة تاعك بنتي. كان واحد دياري من الكعكة، كانوا زوج ذكورة، كانوا في واحد القصر كبير، خرجوهم من ثم كيما لقاو شوش يديرو، لقيا واحد الدار، قالت لهم واحد المرة روحوا تاكلوا، كي يراحوا مش ياكلوا كلاو هذاك المنزل كامل. وما تين كانت وحدة المرأة قالت لهم روحوا تاكلوا هذا ثانيت المنزل اللي قاطم، وما تينت راحوا ياكلوه، وزين كان واحد الدار ثانيت قالوا لهم روحوا تاكلوه، وما تكلوا هذاك الدار حتى ولاو سمان. سمانو كامل. ايه وخلاصت؟ ايه سمانو كامل. برافو 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 برافو. الحقنا دركا الحقنا دركا للجواب عن اللغز، فكرتوا في اللغز؟ نعم.
إذا نحن إخوتين، واحدة سريعة والأخرى بطيئة وتعمل 24 ساعة على 24. تعالي بنتي روحي، ايه تعالي تعالي. واسمك؟ آية. آية شحال في عمرك آية؟ 12. 12 يوم؟ 12 سنة. الله يبارك. وين تسكني؟ القبة. في القبة. وش هو الجواب؟ ساعة. ما هيش ساعة. تفضلي بنتي، ما هيش ساعة، نحن إخوتين، دونك لازم زوج حوايج. يا أخي تعالي بنتي. واسمك؟ أنفال. أنفال، قولي لنا وش هو الجواب؟ عقارب الساعة. عقارب الساعة بنتي، عقارب الساعة. روحي بنتي، أعطيني الهدية تاعها. إذا الجواب هو عقارب الساعة. إذا بنتي عمو يزيد يهديك أن شوب هكذا تشربي فيه الحليب والماء يفيدك إن شاء الله، ويعطيك عمو يزيد ثلاث أقراص مضغوطة تروى سيدي اللي انتجهم عمو يزيد خلال سنتين. في كل سيدي كان 22 أغنية للأطفال من حق الطفولة. معلمي ومبروك النجاح عليكم. تفضلي بنتي تفضلي. لا شكرا على وجه. تفضلي. شكرا. اليوم عندنا عيد ميلاد آية 12 سنة. تعالي آية. أروحي بنتي أروحي أروحي بنتي. تعالي تعالي. إذن عمو يزيد وأصدقائي راح نغنوا لها عيد ميلادك أحلى عيد، وأصدقائنا يروح يجيبونا الجاتو تاعها وإحنا نغنوا لها. تعالوا تعالوا التحقوا بيا تعالوا. عيد ميلادك أحلى عيد، ربي كتب لك عمر جديد، الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد. الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد. من تربيتك نتمنى صحة وسعادة وهنا، وتعيش أيامها أفراح. أحلى الأوقات نزهة نمرح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات. هذه الحلوى لك جبناها وشموعك فيها زرعناها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها. أجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو، أجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو. سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة يا جميل. برافو. إذا 12 11 10 8 7 6 5 4 3 2 1. برافو 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 برافو. إذا بنتي مبروك عليك. إذا آية آية عمو يزيد يهدي لك هاد الهدية اللي هي شهادة إنجاح تصوير حصة مع عمو يزيد في هذا الظرف الجميل، وانتم تانية أطفال غير تخرجوا منا كامل عندكم شهادة لكل واحد تأخذوها كذكرى من عند عمو يزيد تحتفظوا بها. بما أنك رسلتينا على عنوان صندوق بريد 42 ألف استولي العاصمة بخمس قسمات من علب حليب رامي، رامي ممول البرنامج وراعي البرنامج يهديك هذه الهدية إن شاء الله تستفادي بها.
وتصفيقة مبروك عليك بنتي، مبروك عليك. وانا ما بقى لي الا نقول لكم ابقوا على خير، استنونا في الاسبوع المقبل نفس القناة نفس التوقيت. نحبكم يا اطفال. لا تحزنوا حن الوداع يا اصدقاء، كل الايادي في ارتفاع الى اللقاء. لا تحزنوا حن الوداع يا اصدقاء، كل الايادي في ارتفاع الى اللقاء. لا ننساكم، لا تنسونا، احببناكم، احببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد يا زين. لا ننساكم، لا تنسونا، أحببناكم، أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد.